أكو رجل سافر شرد من العراق، ضغط عليه شرد من العراق، بقى عائلته وراح، تاجر مال جملة، ويعني وارداته بالملايين، محل كبير، تاجر جملة ثقيل، وعنده عائلة وعنده غلام، يعني صانع عنده مربيه من طفولته وأمين ويحبه مثل ما يحب أبنائه ومقربه إله. قال له بابا أني راح يحكم علي بالإعدام. اسمع بابا، اسمع أنت، هنا راح يحكم علي بالإعدام، وأنا أجاني هذا أحد ضباط الأمين قال لي اشرد منا لثلاث أيام يعدموك، ترى يا معود حطوك، فأنا راح أطلع. بابا هذا المحل كله إلك من عندي هبة خالصة لوجهك، بس بابا عائلتي تتعرف، تصيح لها عمتي وأولادي، ذولا أطفال خطية، لا تخليهم، دير بالك ودي لهم مصرف. بابا انت اخذ ربع وطيهم، ايش قد؟ ثلاثة اربع. انت كنت تطيك انا يومية، ما اريدك تاخذ يوميتك، اخذ ربع من الوارد وانت تطيهم ثلاثة اربع. وهذا منصف الرجل. قال له ما يخالف استاذي، شن قضية؟ انت ابوي ومربيني وكذا وكذا، جاي لم غراضه. قال له وليدي اوصيك بعائلتي، انت اخذ نص لك ونص الطي المن طيل عائلتي. قال له استاذي شن قضية؟ انا اخذ يوميتي مضاعفه، مكان ما كنت اخذ الف اخذ الفين، واشيل الباقي اعطيهم اياه، هو يوميته مليون. قال له لا، انا اهبك نص من المحل وراح اسويه باسمك المحل حتى ما يصادروا، بس نص العائلتي حتى تعيش. الرجل مقصر؟ لا، قاعد يشد اغراضه ويريد يشيل. قال له بابا وليدي اوصيك بعائلتي، ثلاثة أرباع إلك وربع طيل عائلتي، أوصيك بهم لأن ذولا خطية والملك ملكي، وأنا عشت بيه سنين عمري، وأبوك أنا ما مقصر وياه، وعائلتك ما مقصر وياها، وأنتوا عايشين في خيرات الله وخيراتي، أنا مقصر وياك وليدي؟ قال له لا، أنت أبوي. قال له ثلاثة أرباع إلك وربع طيل عائلتي، لا تخليهم يقدون وراي. قال له لا، إلى أن رادي ودعه. قال له وليدي أوصيك بعائلتي، أربع أخماس إلك وخمس أعطيهم لعائلتي يعيشون بي. بعد شي يسوي لهذا أكثر من هذا يطي؟ سافر الرجال وراح شرد، شرد ما يقدر يدخل بالعراق. إجاش وقت ورا السقوط، ورا السقوط ايش سوى؟ لقى مرته مطرودة من البيت وقاعدة ببيت من هذا التجاوز، بناته، هاي وحدة تشتغل بمعمل، ليش تشتغل بكذا، بنات عزدني. اجى للمحل ماله، شافه سوبر ماركت خمس طوابق مسويه، وهذا قاعد. عمي انا قلت لك اربع اخماس خمس الطيل عائلتي، ليش موتتهم من الجوع؟ تلقيت مرته قالت لها شوف اني اشتغل عيوني راحن اخيط كذا، يلا ربيت هاي العائله زين، من عندنا فلان الطانة قدينا اشتغلنا كذا، هذا شنو من بشر؟ وين تحطوا هذا الولد؟ مو حكي تشوف، وين تحطه؟ بيا مكان واحد يقوم يقول لي
سميه بالتسمية اللي تعجبك انت. شو تسميه؟ خنزير، ذيب، شنو ناكر؟ ناكر شنو؟ ناكر انا نكرك ما درستك. ناكر شنو؟ قريد شويه وياه ما يسويها، مو تمام؟ اشتحكمون عليه كل من يحكم بنفسه، هيك انسان شو تسوي له؟ اعطيني صبور. انا سميته خنزير او قرد او ذيب لان ذني اخس مخلوقات خلقهن الله. انت واحد يسميه حقير، واحد يسميه كلب، لا الكلب ما يرضى، كلب وفي. واحد يسمي شي يريد يسميه يسمي. خل نعيد النظر بهاي القضية حتى نطلق التسمية صحيحة. اسمعوني جيدا، من الخالق لنا؟ من اللي اعطانا عيون؟ من اللي اعطانا قوة؟ من اللي حفظنا؟ من اللي حرسنا؟ من اللي أنعم علينا كل هاي؟ لو راد ياخذها من عندنا وخلانا فد شومة لحم خو ما نقدر. شطانة رزقنا منه الله، مو تمام؟ قال يا جماعة أربع أخماس إلكم وخمس طول عائلتي الفقيرة، إحنا سوينا وصلت الرسالة؟ قال يا جماعة ولكم أربع أخماس إلكم، أنتوا تشتغلون عدي، أنا اعطيتكم كل شيء، قلت لكم خمس الطول عائلتي، أنتوا أكلتوا وخليتوا عائلته ميتة من الجوع. من الخنازير؟ من القرود؟ أنا أعجب لهكذا أمة. أنا ما قلت، أنا ما أقصد أحد، أولادي أحبتي، أنا ما أقصد أحد، بس الأمة. شوفوا خلنا أعطيكم رواية واحدة، أبو الميزان في تفسير الميزان محمد حسين الطباطبائي يقول يوسف عليه السلام في السنوات العجاف استعمل الخمس. هسه هاي الرواية هسه صحت ما صحت أنا ما أدري. يقول استعمل الخمس، أخذ من الناس أنصاب الزكاة والخمس، سبع سنوات خير، أخذ الخمس والزكاة، الزكاة بالأربعين واحد، بس الخمس يقول هواية واحد 2.5%، أخذ من عندهم الخمس والزكاة، كفت الأمة وما يحيط بها سبع سنوات عجاف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء خلقناه بقدر، كل واحدة حطيناها مكانها مقدريها تقدير. احنا اول ما اجيت دعيت اولادي كلهم افتريت على الشعاب، اريد اشوف مدى العطاء فيهم، قلت لهم اولادي خلي نعيش عائلة واحدة، اخوة واخوات وابو واباء، وقدمت لهم أبو من نوع خاص وخادم صغير، تعالوا نعيش سواء، عدي 2400 طالب، لو أعطينا كل واحد بالشهر ما نريد نقول 1250 بالشهر 250، خل باكيت الجقاير بألف، لو أعطينا 250 تنجمع عندي على الأقل 600,000 دينار، 600,000 دينار، أستطيع أن أدعم طالب أو طالبة ما عنده قسط؟ 250 بالشهر باليوم إيش قد يصير؟ بالشهر 250. إجا أبو الأيتام فحكيت أنا هنا سجلها، حط الش اسمه، صار له 3 أشهر هذا فتحناه ولا ربع بي. هذا يشد عيني
يدعيني أطرح سؤال، أطرح سؤال: هل نحن مسلمون؟ أستميحكم العذر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.